السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، ونعتذر عن تأخير المحاضرة اليوم لمدة ساعة لحد الساعة 10. زي ما احنا عارفين، بس الفترة دي بالذات الإنترنت شوية فيها عندي، أو مش عارف عند الجميع، يعني في إشكالية وكانت تحتاج إلى ضبط شوية. موضوع اليوم هو استكمال للموضوعات اللي احنا شرحناها سابقا، واللي ما كانش مركز معانا أو ما كانش حاضر في الأيام أو في المحاضرات السابقة. فاحنا اشتغلنا على شرح انترودكشن للاوشا، شرحنا فيها ايه هي الاوشا وايه محتوياتها وايه اللي مخليها جهه قويه وليها صيت وشهره، وان ازاي اغلب الدول بتعتمد على الاوشا حينما تصيغ اللوائح القانونيه والفنيه الخاصه بمخالفات السلامه. اتكلمنا بعدين على الصحه المهنيه وموضوع الصحه المهنيه ويعني ايه صحه مهنيه ومكوناتها، وتكلمنا على السلامة أثناء الأعمال الكهربائية والإلكتريكال سيفتي as a general. اليوم كاستكمال راح نتكلم عن عزل مصادر القوى من الآلات المختلفة ووضع لافتات التحذير عليها. نترجم ده للغة الإنجليزية، لوك بمعنى إيه؟ لوك قفل أو غلق أو فصل. لوك أوت يعني خلاص قفلناه تماما. أما وضع اللافتات على هذه الآلات فإحنا نسميه التاج، يقول لك اعمل له تاج عليها، يعني اعمل له لافت كده أو إشارة ليها. فاللافتة هو شيء يشير إلى شيء معين في ريفرنس، فنسميها تاج أوت. زي ما إحنا قلنا في أول محاضرة في هذه الدورة أن الأوشا هي خليط من الجوانب القانونية والتنفيذية والفنية. قانونية وتنفيذية وفنية، علشان كده كان لازم يكون لها اندكس في ريفرنس كامل وشامل لجميع محتويات الأوشا. وحينما نتحدث عن بند معين من بنود الأوشا، فلازم يا جماعة عشان نكون ناس بروفيشنال وناس عارفين بنتكلم عن ايه، لازم نشير الى رقم هذا البند، لازم نشير الى رقم هذا البند. فالبند الخاص باللوك اوت تك اوت اللوتو عندي بسميه او بطلق عليه رقم كام؟ حد عارف؟ لان دي هتفكرني بشرح الوحده الاولى. ما حدش كتب؟ لا، الناس كتبت ما شاء الله، اهو الناس صاحيه ومركزه معانا. لا شوف، تعالى بقى نشرحها ما دام الناس كده ايه، مش عارفه تهضمها او مش مصيغاها. طب تعالى نشرحها، هي ايه الرقم ده او ايه البند ده؟ البند ده مكون معاك من اليسار الى اليمين. اول حاجه 29 اللي هي 29. شوف يا سيدي، اي حاجه لها علاقه بالاوشا، اي بند يتحدث عن السلامه بشكل عام وفقا لمعايير الاوشا، لازم يبدا معاك برقم 29 سبت. يعني اي حاجه، اي ريفرنس متعلق بالسلامه وفقا لمعايير الاوشا، لازم المعيار ده يبدا في التكويد اللي هو الكود بتاعه يبدا برقم 29، قاعده ثابته معانا. بعد كده عندك السي اف ار، السي اف ار اللي هي كود فيدرال ريجوليشن اختصارا، برضو هيبدا معاك بيها. اذا كلها على بعض كده حته واحده، ال 29 سي اف ار، 29 سي اف ار، دي كلها كده بلق. معناها ان الكلام اللي جاي بعد كده ده كود فيدرال ريجوليشن. لو حضرتك زي حالاتي انا مثلا كده فضولي وبتحب تعرف الرقم اللي هو ده جه منين، فاحب اقول لك ان الرقم ده هو ترتيب الاوشا كقانون فيدرالي ما بين القوانين الفيدراليه الامريكيه. اوكي، طب هي القوانين الفيدراليه الامريكيه دي كلها كم قانون علشان يكون ترتيب الاوشا ما بينها ال 29؟ 50 قانون. عندك القوانين الفيدرالية الأمريكية كلها 50 قانون، واحنا الكلام ده اتكلمنا عنه في المحاضرة الأولى، ورقم الأوشا في الترتيب هذا رقم 29 سي اف ار، أي قانون فيدرالي عليه سي اف ار. فأنت لما تقراها كده في كتاب أو تقراها في مرجع أو حاجة، لازم تكون فاهمها معناها إيه سي اف ار دي 29 سي اف ار. أما الرقم اللي بعد كده ده بيكون دايما من أربع أرقام، عشان نفهم برضو اللائحة، نفهم القانون ماشي إزاي. الأربع أرقام دول بيشيروا الى تصنيف البند داخل اللائحه اللي بنتكلم عنها.
زي ما اتفقنا من البدايه احنا بنتكلم عن الصناعات العامه الجنرال اندستري، فدائما لائحه الصناعات العامه والبنود المشتمله عليها بتحمل رقم 1910 او تحفظها 1910 او تحفظها باي طريقه، ده معناه كده ذا جنرال اللي هو الجنرال اندستري او الصناعات العامه. يبقى اذن لما احنا خلصنا كل ده بقينا رقم 147 اللي هي تمثل الرقم والبند الخاص بعزل مصادر القوى من الالات ووضع لافتات تحذير عليها، هي رقمها 147. 147 في الصناعات العامه، ما دام في الصناعات العامه يبقى 1910، ما دمت بتكلم على اوشا يبقى 29 سي اف ار. ده شرح البند او الكود داخل. ده شكل كده في الصفحه الافتتاحيه، تجد ان اللي قدامك ده عباره عن شكل من اشكال وضع لافتات التحذير عليها. مهندس حسام البار ده ممكن اشيله خالص ان هو بيغطي وراه جزء من الشاشه، فممكن البار يتشال تماما، اعمل هايد. لا مش فين، اعتقد ده صح كده تمام، شلناه. اوكي شلنا الكنترول بار ده انه شويه بيغطي على جزء من الشرح. ده الشكل اللي قدامنا، قفل عادي تقليدي زي اي قفل عندك في البيت صح ولا لا، مع تاج او علامه شوفها من بره خارج. طبعا العلامه مش تكون واضحه في الصوره دي بالذات، ان العلامه بتوضع خارج الاداه الاله او المعده او الايكوبمنت نفسها، ما تشوفها كده. وكلامب عادي اعتيادي لان اللوحه زي ما انت عارف هتحط القفل ازاي في اللوحه، لازم يكون في كلامب كده يشد شد من ناحيتين وتقفل باللوك او بالقفل، الموضوع في غايه البساطه. ولكن اخي الفاضل المتمرس في مجال السلام عليك ان تعلم انه على الرغم من بساطة هذا الأمر ما فيش أي تعقيد خالص، على الرغم من قلة من يلتزم بهذا الأمر وفق اللوائح اللي بينفذ اللائحة بيشتغل في هذه الحالة قل ما تجده. طبعا احنا مش محتاجين نأكد ان اهم المواقف التي يجب الالتزام فيها بهذا المعيار او الكود اللي هو 147 بتاع الأوشا هو اعمال الصيانة، المينتنس اكتيفيتيز اثناء الصيانه. لو في صيانه وريفر على شكل وحجم هذه الصيانه لازم نتقيد باللوت او باللوك اوت تك اوت اللي هو عزل مصادر القوه. واغلب الحوادث والتي غالبا ما بينتج عنها اصابات ووفيات، اصابات جسيمه كمان، هنتكلم عن مصادر طاقه وقوه اصابات جسيمه، والتي تحدث اثناء الصيانه تكون بسبب غياب تطبيق اللوت او اللوك اوت تك اوت، الفصل والعزل الكامل، او التطبيق الجزئي زي واحد يفصل الكهرباء وينسى ان انت اصلا متوصل على مولد على جنريتور اوتوماتيك، هيجيب كهرباء من الجنريتور، انت ما عملتش حاجه، انت نسيت ان في احتياطي موجود. فالفصل الخاطئ او عدم وجود فصل هو سبب 30% من الاصابات اثناء العمل. نشوف مع بعض الخطوات اللي المفروض تتم لاجراء اعمال اللوك اوت والتاج اوت اثناء او قبل. طبعا اثناء، ليه نقول اثناء؟ انا لسه بقول اثناء بس انت عشان تفهمها هي قبل، لان انا بشوف ان عمليه الصيانه نفسها كعمليه تبدا من التخطيط لاعمال الصيانه، تبدا من عمليه البلاننج في الاول. وفي اثناء البلاننج انت بتشوف وش هي الاكتيفيتيز الخاصه بالسيفتي اللي المفروض تقوم بيها، فتظل يعني او يظل فكره التخطيط للسيفتي والالتزام به هو جزء من عمليه الصيانه، لان اللوك اوت تك اوت ده مسؤوليه تشاركيه يا جماعه، زي باقي انشطه السلامه ما هي مسؤوليه تشاركيه، هو عباره عن مسؤوليه تشاركيه يتشارك فيها كل من اداره السلامه واداره ايه؟ الصيانه، ما بين السلامه وبين الصيانه الاثنين متشاركوا في المسؤوليه عن اتمام اعمال اللوك اوت تك اوت، ولا تهاون ولا تقصير في هذه الاعمال. هشرح الموضوع على شكل خطوات، على شكل خطوات. كمقدمه بشكل عام احنا عارفين ان اعمال الصيانه والاصلاح والتركيبات للمعدات والالات خاصه في اثناء الشت داون مينتننس اللي هي بيسموها الصيانه السنويه او الصيانه الاغلاق اللي اثناءها بيتم غلق المصنع بالكامل
عندك مصنع بيتوقف عن الانتاج في هذه المرحله اللي هي الشت داون مينتنس. يعني لما مصنع من المصانع يخلص الشت داون مينتنس ويرجع يعمل الباك اب، يرجع يشغل المصنع زي ما كان بكافه قوته بدون اصابات وبدون وفيات، نكلم صاحب المصنع ونقول له لازم تذبح عجل كده، تحط نازله كده انك تطلع من الشت داون مينتنس بدون اصابات وبدون وفيات، تذبح عجل على طول. انت كده راجل بطل، ربنا اكرمك اخر كرم انك خلصت من الصيانه السنويه بدون وفيات واصابات. وانا يعني اقولها بكافه الاسى والحزن، اني ياما شفت قدام عيني حضرت اصابات جسيمه وبعضها كان وفيات، اخرها من حوالي شهرين في احد المصانع اثناء القيام بالتنظيف الغلايات، اثناء القيام بفتح المجاري الخاصه بتسليك المجاري الخاصه بالتبريد لبعض المعدات، اثناء تنظيف بعض المولدات والمحولات. ايا من هذه الاعمال غالبا ما بيكون ضحاياها احد العمال الموجود فيها. عشان كده عندك 10% في امريكا، امريكا اللي هي اصلا اخترعت الاوشا وجابت لك الاوشا، 10% من الاصابات الصناعيه البليغه بيحدث اثناء الصيانه، اعمال الصيانه. عندك اجمالي 28,000 يوم عمل مفقود في السنه بسبب الاصابات اثناء الصيانه. عندك 120 قتيل في السنه في امريكا نتيجه لاعمال الصيانه، او بالتحديد نتيجه لعدم الالتزام بالفصل والغلق اثناء الصيانه. لو حابب تعرف التواريخ وبتحب كده التفصيل، بالذات الاخوه الاخوات البنات دايما تلاقيهم يحبوا التفصيلات شويه، يحبوا التاريخ، واحد فين جت من فين، فهم اصدروها عام 1989. ده خلينا نسال سؤال، هي الاوشا دي اصلا بدات كده في امريكا سنه كام؟ الاوشا بدات عام كام؟ ها، تم اصدار القرار بانشاء الاوشا عام 1970 وبدات اعمالها فعليا عام 1971. عام 1989 اصدر القواعد النهائيه للنظام ده وبدا يطبقها فعليا عام 1990، 2/1/1990 بالضبط. لو واحد تاريخ ميلاده 2/1/1990 يعرف ان هو او 1/1989 عفوا، يعرف ان هو وهذه القواعد اتولدوا في يوم واحد مع بعض، the same birthday يعني. اوكي طيب، احنا نعرف بس تعريفات الترمينولوجي في الاول كده عشان نكون فاهمين بعض. كتعريفات بنقول من هم الاشخاص المعرضون للاصابه الذين تم وصفهم في هذه القواعد بانهم الاشخاص المعرضون للاصابه. احنا معربين الكلام عربي 100%، محدش عنده حج. هم الاشخاص الذين تتطلب مهامهم الوظيفيه تشغيل او استعمال المعدات التي يتم العمل على صيانتها، او الذين تتطلب مهامهم الوظيفيه العمل داخل الريجن، المنطقة الموجود فيها هذه المعدة، هم دول الأشخاص المعرضون للإصابة. أما الموظف المسؤول responsible employee هنا هو الشخص المسؤول عن إغلاق مصادر الطاقة عن المعدات والآلات والتي سوف يتم إجراء أعمال الصيانة الإصلاح عليها، وكذلك وضع اللافتات التحذيرية التي تفيد ذلك. استكمال للتعريفات، لما أقول كلمة السيفتي لوكر أو قفل السلامة، ده هو نوع من أنواع الأقفال له مفتاح واحد بس. أوكي؟ نفس الفكرة بتاعت المكان اللي أنت شايل فيه تحويشة عمرك ده، يعني أنت كده أدرى يعني، تمام؟ تخلي له مفتاح واحد بس، مش مقام إن يكون له نسخة تانية. نفس المبدأ هنا، من أهم الاشتراطات في قفل السلامة إن ما يكونش له نسخ نهائياً، هي نسخة واحدة، مفتاح واحد وبس. يضيع إكسره مش مشكلة، بس لا تخاطر فيه. يستخدم لتأمين عزل الطاقة المحركة عن الأجهزة والمعدات بحيث يكون مع الشخص المسؤول اللي احنا اتكلمنا عنه قبل شوية، والذي قام بعزل الطاقة حتى لا يتم إعادة الطاقة للأجهزة إلا بواسطة هذا الشخص، اللي في مسؤولية عليه. في مسؤولية عليه. طبعا يا جماعة عندنا في يعني طريقتين أو في مدرستين من الالتزام بهذا المعيار. المدرسة الأولى، الطريقة السيفتوية الأولى في هذا الأمر، بتقول ان هو قفل واحد هيكون مع الشخص المسؤول اللي اتكلمنا عنه قبل شوي. والمدرسه السفتويه الثانيه، الطريقه السفتويه الرشيديه البشيريه، لا واخدين طريقه ثانيه، بتقول ان هما قفلين مش قفل واحد،
احنا المره الاولى قلنا قفل واحد بنسخه واحده بمفتاح واحد. قال لك لا يا حبيبي مش واثق فيك، انا كنت متقدم لاختك السنه اللي فاتت وانت كنت متقدم لاختي ورفضناها، فانا مش واثق فيك يا عم الشخص المسؤول، انا قفلي في جيبي كده، قفلي في جيبي ما واثقش في حد. فيصيروا كام قفل كده؟ يصيروا قفلين، قفل مع مين؟ مع الشخص المسؤول، والقفل الثاني مع الشخص المعرض للاصابه اللي كنا بنتكلم عنه في التعريف اللي فات. كده قفلين جنب بعض، بحيث واحد شال قفله الثاني يقول لك لا انا قفلي في جيبي مش مرتاح. اوكي؟ والشخص المسؤول في النهايه ده عمله، ده دوره، ما ينفعش ان هو يشيل قفله، لا هو كده. فسواء كنت يعني انا الاثنين موجودين في اللائحه والاثنين بينفذوا في المصانع المختلفه في الجهات المختلفه، اما الاكتفاء بقفل واحد مع الشخص المسؤول او ان نفس اللوكر يكون عليه قفلين، واحد هنا وواحد هنا، كنوع من التاكيد والضمان، محدش يثق في حد في الدنيا دي. تمام؟ فالعزل اللي هو الايزوليشن الفكره بتاعته ان انا بعزل الطاقه المحرك عن المعدات. والخطا الدارج هو تخيل ان هذه الطاقه هي فقط طاقه كهربائيه. خطا دارج. نتخيل ان الطاقه فقط طاقه كهربائيه، لا هي محركه تحرك الشيء. الميه ممكن تحرك حاجه، الزيت يحرك حاجه، الهواء يحرك حاجه، ولا حتى الكهرباء نفسها لها اشكال مختلفه من الكهرباء. يعني في اجهزه معينه مصممه انها تشتغل بالطاقه الشمسيه وبالطاقه بتاعت الشبكه الكهربائيه اللي جايه لها، بحيث ده مش مظبوط معاها يسحب على الناحيه الثانيه على طول. فانت لازم تعمل عمليه تحليل كامل. اوكي؟ تعمل عمليه تحليل كامل. هذا التحليل هدفه انك تعرف وتتخيل مين او ما هي ايه مصادر الطاقة المختلفة. ما هي مصادر الطاقة المختلفة اللي بتغذي المعدة دي او الجزء ده او الشيء ده. طيب انا فصلت الطاقة، قعدت احلل ايش هي المصادر المختلفة للطاقة. اوكي؟ وفصلتها، خلاص كده؟ ما احنا فصلنا. هتعمل زي عبد السميع، احكي لكم حكاية عبد السميع الله يرحمه بقى. ان انت تظن ان الطاقة بمجرد ما تتفصل تتلغي تتسحب عن المعدة، المعدة صارت آمنة؟ لا، عندك الطاقة المتبقية والمخزنة والموجودة في المعدة. والدليل اقفل محبس المياه وافتح الحنفية هتجيب مياه معاك. هذا هو الضغط المتبقي. الضغط المتبقي هو طاقة متبقية في التوصيلات الخاصة سواء كانت في معدة أو الآلة، وده بتشوفها بعد ما تنتهي من العزل، يعني العزل تم. علشان كده يا جماعة في حاجة اسمها التنفيس. اسمها ايه؟ التنفيس. والتنفيس ده بيكون على شكل، على يختلف شكله على حسب نوع الطاقة الموجودة. يسموه بلف. امتى يسموه بلف؟ لو بتتكلم عن هواء مضغوط. طبعا بلف ده التحريف المصري لكلمة فالف. اوكي؟ عندك يقول لك محبس يصرف، محبس تصريف يسموه درينج فالف، يصرف مية، يصرف زيت، وريفر من الموائع والسوائل المختلفة. او عندك الشحنات الكهربائية الموجودة في المكثفات. الشحنات الكهربائيه الموجوده في المكثفات، انت جيب التستر كده المفك اللي بينور ده تحطه في الدايره ينور معاك. ليه ينور؟ لان دور المكثف داخل الدائره هو الاحتفاظ والتخزين بقدر ضئيل بسيط من الكهرباء علشان يحمي الدائره الكهربائيه عند الغلق المباشر وعند الفصل المباشر. فالجزء ده هيظل موجود في الدائره، محتاجين نصرفه. نفضل نحط التستر ده لحد ما ينورش معاك، لحد ما اللمبه دي ما تنورش. لما ما نورتش كده الدنيا تمام، كده انت شغلك سيف داخلها. اذن التركيز على موضوع الضغط المتبقي ده في غايه الاهميه، لان لما بنتكلم عن محطات بالميجا وات تم فصلها وعمل صيانه عليها، تخيل الضغط المتبقي فيها هيكون كامل لان هي بالميجا وات. وعندنا التولز والايكوبنس على حسب النوع. لو انت عندك مثلا كهرباء فبتجيب الافوميتر ده، الافوميتر
دوره ان هو يجيب لك القراءات بتاعتك. صفرت الافوميتر زي ما قلنا الطريقه الاولى، موضوع التستر ده اتس اوكي. عندك البريشر جيج للسوائل المختلفه لازم يكون صفر، لازم تصفره، البريشر جيج لازم يتصفر تماما. انا بعمل اناليسز او تحليل لمصادر الطاقه، اقعد كده امسك الورقه والقلم واحلل فيها. انا عندي طاقه كهربائيه، ميكانيكيه، هيدروليكيه، هوائيه، كيميائيه، حراريه، غازات، كل دي مصادر طاقه مختلفه قد تغذي المعدل اللي شغال عليها. ذات مين يا عزيزي؟ انك انت محتاج تتاكد ان خلاص كل انواع الطاقه اللي عندك تم فصلها، وده هنتكلم عنه في الخطوات بالترتيب اللي هنحكيه بعد شويه. طبعا عندك في مصادر اخرى للطاقه وهي المصادر الثانويه زي الطاقه المتحركه، شيء بيتحرك في العاده انه بيتحرك. اي حاجه متعالجه كده في الهواء لو انت مسكتها راح تتحرك بيك، انت ما حركتهاش، ما حدش دفعها، ما فيش حد حركها، ما فيش موتور بيلفها، ما فيش اي جذب او شد ليها، بس في العادي انها متحركه، دي طاقه متحركه، طاقه حركيه، او طاقه الوضع او الطاقه الكامنه. دي مخزنه في شيء معين زي الزنبرك. الزنبرك في طاقة وضع، تشيل وتك ينط فوق، ايه اللي نط الزنبرك؟ في الطاقة الكامنة البوتنشال انرجي او طاقة الوضع الموجودة. الأحمال، أنا فصلت كل مصادر الطاقة عن الحمل. طب والحمل ده مش في طاقة وضع موجودة؟ ما الذي يضمن عدم سقوط الحمل؟ طب لما أجي أشغل الباور، مش ممكن الحمل ده يتحرك معاك بسبب الباور راجع عليها وكان مضبوط على ضبط معين فيتحرك فورا معاك؟ هنتكلم عنها بالتفصيل دي. الأجهزة المستخدمة في الإغلاق والعزل هي أجهزة تستخدم لعزل القوى المحركة عن الآلات والمعدات. في أمثلة لها زي اللي هي إحنا نسميها بالبلدي في مصر الفلانشة العامية، بالبلدي كده باللغة العربية الفصحى فهي الفلانجات ذات الوجوه الصماء، بالإنجليش بلندد فلانش، إن إنجليش بلندد فلانش. ودي علشان افصل خطوط المواسير البايب لاين، خط المواسير اللي ماشي ده عايز اعمل له فصل وعزل، جاست كلوز ات وذين ذا بلندد فلانش. اللوكال تشينز عشان المحابس، لف المحبس يمين وشمال، لا في جنزير ولا تشين ولا سلسله اي مكان المسمى، والقفل التقليدي المعروف بتاعه. الباد لوكس دي بتاعت اللوحات بتاعت الكهرباء، مفاتيح الايقاف والعزل المعروفه اللي هي بيسموها السويتش، وجهاز فصل التيار الكهربائي في بعض اللوحات الكهربائيه. هنتكلم الان عن الاجراءات اللي هتتم لاجراء عمليه العزل والتحذير. الخطوه الاولى عندي، اول خطوه انا عملتها بالفعل قبل شويه، وهي تحديد نوع ومصادر الطاقه المختلفه للمعده. احدد نوع ومصادر الطاقه المختلفه للمعده المراد العمل عليه. كمان تحديد نوع الطاقة الكامنة المخزنة داخل المعدة. تحديد نوع ومصادر الطاقة المختلفة قلناها. كمان في عندك بوتنشال انرجي، طاقة موجودة كده داخل المعدة نفسها، كهرباء ولا ميكانيكا ولا وضع ولا أي مكان نوع هذه الطاقة. طيب مش في أشخاص المفروض إني أروح أبلغهم بالفصل اللي هيتم؟ يا أخي ده حتى المية والكهرباء لما بيتم فصلهم عن المدن والقرى والأحياء يتم عمل إعلان وإرسال رسائل نصية من شركة الكهرباء أو المية بأنه سوف يتم فصل الكهرباء من كذا لكذا، علشان الناس دي ممكن تكون مرتبطة بهذه المعدات اللي أنت راح تكلمهم عنها، فلازم يعرف إعلانه بإيقاف المعدة. تحدد مين اللي المفروض تبلغهم بانه او بان هيتم ايقاف المعده دي، لان قد يكون مبني عليها اشياء اخرى واجراء اعمال الصيانه. كمان اعلام الاشخاص المعرضون للاصابه، وفي هذه الحاله اللي هي او في هذه الخطوه اللي هي اعلام الاشخاص المعرضون للاصابه، عندي نموذج، عندي فورم او نموذج. الفورم ده ولا النموذج ده انت ايه المفروض انك انت بتوقع تعمل دخل الشخص المعرض للاصابه يوقع بالعلم، نوتد، اوكي نوتد، يوقع بالعلم انه عرف خلاص. دي الخطوه الاولى عندي وهي خطوه التجهيز والتخطيط للفصل. الخطوه الثانيه دي هيتم فيها فعليا ايقاف المعده عن العمل، اوف
اقفل، نزل السكينة، إيقاف جميع مصادر الطاقة عنها، لأن زي ما قلنا في مصادر سنوية، في حاجة بيسموها الباك اب جنريتور ولا أي مكان الوسيلة الأخرى للتشغيل، يتم تحديدها وغلقها أيضا. دي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة عندي عايز أعزل. يعني إيه أعزل؟ أنت فصلت، طب هتعزل؟ أه أعزل. أعزل ده عنده جرون، أعزله، تفصله عن المكان اللي هو موجود فيه، تفصله عن الشبكة نفسها، زي انك تشيل الفيوز. يعني حضرتك لما رايح تغير اللمبه فوق، اللمبه دي مش لو انت تغطى على زرار التشغيل بتاع اللمبه ده اوف، معنى كده انك فصلت الكهرباء عن الواير اللي رايح اللمبه في امان؟ تقول لي اه. اقول لك ومع ذلك يتم اغلاق الفيوز للغرفه او للمنطقه او للشقه او للجناح اللي انت تشتغل فيه، مش ده اللي بيحصل؟ نعم. فده الفرق ما بين الغلق والعزل. الغلط اللي ضغطت اوف، فانت كده ايه، غلق، اغلقت. العزل انك انت طلعتها من خط الشبكه الموجود المشي. اغلاق المحابس، فصل خطوط التشغيل، سحب الفيشه، دي كلها طرق مختلفه لعزل المعد. الخطوه الرابعه، كل فرد من العاملين وفق المدرسه الثانيه هيضع القفل بتاعه. احنا قلنا ان احيانا لا انا مخون والله مش واثق في نفسي، فلا انا حتى ده مش موضوع انت شخص اللي مخون، ده له ستاندرد فعلا. انا لما قلت في البدايه قلت ان هو مدرستين، يعني موضوع مش فردي، لا دي في مدرسه في السيفتي في السلامه ماشيه بالمبدا ده، ان لازم كل عامل هيشتغل في المعده دي يحط القفل بتاعه. هتقول لي طب معلش يعني كده هتحط الاقفال دي كلها فين؟ ده انت عندك 12 واحد شغالين على نفس المعده. هوريك صورة بعد شوية ل ايكوبمنت أو تجهيز معين اتجاب عشان يحل المشكلة دي. من شفتين كده، بتحط الشفتين دول تمام على مكان القفل، بتحط كل قفل من الأكفال اللي أنت عايز تحطه، والشفتين دول مش هيتفتحوا إلا لو الأكفال كلها اتشالت، وهنشوفها بعد شوية. كده في مرحلة إنك تضع القفل، مرحلة اللوكر، حتى الآن في الخطوة الرابعة وإحنا في مرحلة اللوكر. دي كلها أشكال مختلفة للوكر أو الغلق. الخطوة الخامسة بعد إغلاق مصادر الطاقة وتأمين عزلها وسط الأكفال اللي احنا شرحناها، راح نثبت هنا التاج أو اللافتة التحذيرية بجوار القفل، وبيتم الإشارة، حتى تاج يقول لك عمل لي تاج في الصورة، شاور لي إشارة هنا إلى الشخص المسؤول والتاريخ والتوقيع والملاحظات المختلفة، ويتطلب الإشارة إلى سبب الغلق. هذا شكل من أشكال التاج، دونت أوبريت وبس وشكرا، وقع وتاريخ وبس مش أكتر من كده، أو شكل زي ده ما فيهوش أصلا توقيع، أو في أشكال عندي كتير ممكن أوريكم إياها على حسب التطبيق والأبلكيشن الخاص بعملية الفصل والغلق. الخطوة الستة عندي بعد ما اغلقت خلاص وامنت العزل وحطيت الاكفال واللافتات، افرغ، مش قلنا في طاقه متبقيه في ريزيدوال بريشر، افرغ الريزيدوال بريشر ده وريفر. وايش هو النوع البوتنشال او البوتنشال انرجي او الريزيدوال بريشر؟ عباره عن ميه متجمعه تفتح، هواء يتنفس، بخار يطلع، حتى سخونه تبرد. يتم تفريغ الطاقة الكهربائية المخزنة في المكثفات الكباستورز. الخطوة الأخيرة عندي اللي هي التشيك اب قبل تشيك، هي إني أراجع. دايما إحنا قلنا اللي بيشتغل وفقا للكواليتي مانجمنت مفيش حاجة اسمها أخيرة عنده. الخطوة الأخيرة هي المراجعة اللي هتوصل معانا للخطوة اللي بعدها اللي هي التخطيط، شكل سايكل كاملة، على شكل سايكل. هنا هتاكد من الفاعليه لكل اللي فات، اضغط اون اوف، اتاكد، اجيب افوميتر، اجيب بريشر جيج، اعمل اي حاجه. دي اروح ناس ما فيهاش هزار، دي اروح ناس ما فيهاش هزار. خلاص اكدت نفذت هذه الخطوه، انا كاداره سلامه لي الصلاحيه فقط ان اقول لاداره الصيانه ابروفد، يور جوب اوردر از ابروفد، تم الاعتماد، تفضل ابدا شغلك. من غير ما اديله الابروف ده ما يقدرش. ولو اشتغل في السعوديه بدون الابروف وحصلت
حادثة ناتج عنها وفاة هيدفع الدية وهو واقف كده زي الألف، أو هنقعد نعمل له إيه؟ حملة على المواقع المعروفة عشان نلم له الدية بتاعته نتيجة الإهمال، نتيجة الاستعجال. شوف طول ما أنت سليم ومعافى في بدنك ما تدورش على أي خسارة تانية، ما تجيش تقول لي لا أصلا عندي البلان بتاع المشروع هيتأخر ساعتين وربع. لا، احنا في السيفتي لينا كونسبت مختلف تاني خالص، بنشتغل بروسيجرز الاكشنز تم وفقا للائحه. تقول لي البلان، تقول لي مش عارف الكوست كنترول، لا احنا ما بنشتغلش الا وفقا للي يسيف اللايفز، يحمي الناس ارواح الناس. نلخص يا جماعه الخطوات، اللي كان لسه بيجيب كوبايه شاي واقف في البلكونه عشان هوا شويه وفات الجزء اللي فات كله، يلخص معايا الخطوات الست في هذا الشكل بالانجليزي، معلش يعني مش فاتك، هنعيد لك وهتتامر وتقول هات لي بالعربي، لا خده بالانجليزي. نوتيفاي يعني تبلغ الناس، شت داون تفصل، ايزوليت انرجي تعزل، التاتش لوك اوت هتقفل بقفلك، ريليز الستورد انرجي تسحب الطاقه المخزنه، ها وريفر نوع الطاقة دي، تحط التاج بتاعك، تقول لي بتاع المينتنس تفضل مع السلامة، تفضل ابدأ شغلك. يو كان ستارت اب. طيب خلص بتاع المينتنس وجاي بلغني قال لي يا عم السيفتي انا خلصت شغلي وعايز اشغل. ما هو مش هيتجرى ان هو يشغل المعدة بدون ما يرجع للسيفتي. لا دي الصلاحية هنا، السيفتي راح يديله الاوكي، يديله الابروف ان هو يرجع يشغل المعدة مرة ثانية. نتكلم عن خطوات اعاده التشغيل الان. اول حاجه اتاكد من ان الدكتور ما نسيش اي يعني اي حاجه في بطن المريض. كثيرا ما تحدث مثل هذه الحالات. يعني اذا كان الدكتور بينسى مشرط في بطن المريض ولا فوطه. الفني اللي كان شغال ولا الاوبريتور مش هينسى اي من المعدات اليدويه الصغيره هذه في داخل الاجهزه ويعمل شورت سيركت ولا عفيه. لا لازم اشيك عليه. اتاكد من ان انا ازلت كل المعدات اليدويه المستعمله هذه من داخل المعده. والماشين جارد، ما احنا بتوع سيفتي بنبص على الماشين جارد، احنا عرفنا الماشين جارد ان هو اداه مهمه جدا لحمايه المشغلين فيما سبق. فتاكد ان تم اعاده تركيب الاغطيه والحواجز هذه كلها بالكامل. بعد ابني كده شويه، ارجع يا بابا شويه، تعالى يا حبيبي هنا، بعد العاملين على المنطقه بالكامل قبل لا تشغل، ما تضمنش النتائج والتاثير، نتائج التاثير لاعمال الصيانه غير مضمون، يمكن ينفجر. انت كنت بتعمل شغل جوه الله اعلم في ايه، انا مش عامل لك. فابعد العاملين كلهم عن المنطقه. طيب الخطوه الثانيه، بعدت الناس كلها، اعمل ايه؟ ابدا افتح الاكفار بالتدريج، كل واحد يابا شيل قفله، يلا كله شال قفله. طيب شيل علامات التحذير دي كلها، ما ترميهاش في الارض عشان الهاوس كيمنج ما يزعلش. ابدا زي ما انت بلغت الناس انك هتفصل، تبلغهم انك هتشغل. النزاعه الداخليه تشتغل، الصلاه، النماذج، الفورمز، يتم ابلاغ جميع العاملين بالمنطقه بان العمل قد انتهى وان المعده سوف يتم اعاده تشغيلها. We will restart. It's notification for the second time. We will start. يتم بعد ذلك إعادة تشغيل المعدة، شغلنا ريستارت. طيب في عندي مواقف خاصة كده بديها اهتمام. لو إني شغال على شكل ورادي، شفتات يعني، بس الشفتات هي اللي طيب، أوكي. الشغل هنا طبعًا وردية دي كلمة تركية للعلم يعني. وشفت دي كلمة إنجليزية بس إحنا عربناها خلينا جمعها شفتات. فهنا الشغل مكمل معاك، ال 12 ساعة ولا 8 ساعات بتوع الشفت خلص والشغل مكمل معاك ما خلصش. بتسلم وتتسلم، حاجة بنسميها الشفت هاند اوفر. تسلمه على بياض، قفلي وقفلك. حط قفلك عشان أشيل قفلي. كل واحد مع رديفه، حط قفلك علشان أشيل قفلي. ويتم التشييك مرة ثانية وإعادة مراجعة كل الخطوات السابق ذكرها، لأن الشفت تغير، كل واحد يشيل مسؤولية نفسه. عيد لي يا باشا الخطوات ثانية من الأول وجديد.
كمان احيانا في حالات معينه يتم ذكرها والاشاره اليها، يتم الاكتفاء بنظام وضع اللافتات التحذيريه فقط على اماكن فصل الطاقه. زي ايش؟ زي عندما يكون من غير الممكن اغلاق جهاز او فتح أو مفتاح فصل الطاقه بقفل، او عندما يكون نظام وضع اللافتات في حد ذاته حيؤدي الى نفس النتيجه والحمايه اللي حيوفرها نظام الغلق بالاكفال. وكده انتهينا من المحاضره الخاصه باللوك اوت تاج اوت. فيكم نفس ندخل في المحاضره الخاصه بالكيميكال سيفتي والكيميكال هاندلنج والتعامل مع المواد الكيميائيه والحاجات دي، ولا حابين تمشوا خفيف خفيف؟ طيب خلي موضوع الكيمستري سيفتي شويه، خلينا نتكلم النهارده عن الاوشا هيرنج كونفرزيشن بروجرام. معقول حجم يعني الموضوع مش كبير. اللي كان انا براجع دلوقتي طبعا الاسئله اللي كانت على المحاضره اللي فاتت على الشات لان ما كانش واضح معايا، فاللي يسال عن الرقم 147 احنا قلنا ان هو يشير الى الكود الخاص باللوك اوت تك اوت اللي هو موضوع المحاضره ده اللي هو نهايه الرقم. اخ محمد ايمن مش شايف في اسئله ثانيه ممكن نتكلم عنها. العلاقه بين الاوشا والايزو 45001 هو طبعا خارج موضوع المحاضره يعني، ولكن خليني برضو اوضح لك. الايزو 45001 ده ستاندرد، طبعا هو 45000 زي ما تفضلت قلت هو الستاندرد، والاوديتنج بتاعه اللي هو الواحد 45001 فده ستاندرد. الستاندرد ده اكيد انت عارف انه صادر عن الايزو باعتبار ان هي منظمه يعني منظمه دوليه مستقله، ما هيش تبع الدول ولا تبع الاجهزه ولا تبع اي شيء، هي منظمه بتصدر او بيصدر عنها لوائح، عفوا بيصدر عنها اسمه ايش؟ ستاندردز، مش عارف اجيبها بالعربي، عربي اعتقد معناها مقايسات يعني ستاندردز او شيء ثابت. فالستاندرد اللي صدر عن الاوشا انا اسف عفوا عن الايزو تمام، حتى كلمه موصله مش دقيقه يعني اوكي. فالستاندرد اللي صدر عن ايزو فيما يتعلق بمتطلبات نظام اداره السلامه والصحه المهنيه هو اللي يطلق عليه ال 45001 زي ما هي نفسها صادر عنها ستاندرد بكل شيء يعني، ما فيش حاجه ما طلعوش لها ستاندرد. فجت على السيفتي، هو زمان كانوا شغالين على حاجه اسمها الاوساس كانت منزلها البريتش اللي هو بي اتش بي اس اللي هي بريتش ستاندردز، بريتش ستاندرد بي اس دي البيس كانت منزلها الاساس، والايزو كانت معتمداها يعني كانت اتس اوكي جوينج ابونيت يعني ما فيش مشكله كاوديتنج سيستم. فالاوديتنج سيستم الحالي المعتمد من عام اتوقع 2018 تقريبا للاوديتنج سيستم في مجال السيفتي هو الايزو 45001. فهي هو ما بيدخلش معاك في تفاصيل فنيه زي اللي احنا بنتكلم فيها في الاوشا، لا هو بيقول متطلبات النظام الاداري اللي هو يدير نظام السلامه والصحه المهنيه هي ايه، ويشوف انت كومبلاي مع المتطلبات دي كريكويرمنتس ولا لا، بموجب مطابقتك بيديك شهاده مصادقه ل انك انت طبقت يو ار كومبلاي وذ ستاندرد. لكن لما بنتكلم عن الاوشا لا، الاوشا هو ديتيلز فنيه قانونيه. كلمه قانونيه هنا يعني ان انت يعني طالما اتكلمنا في ليجاليتي او مخالفات او كده فيها قانونيه، وايضا تنفيذيه طالما اتكلمنا في تفتيش ورقابه فاذا هي تنفيذيه. اوكي فده الفرق. الايزو ممكن يعني كستاندرد يجي لك واحد من بره عمره ما اشتغل سيفتي في حياته ابدا ويقول لك انا والله ليد سيرتيفايد ليد اوديتور للايزو 45001 وجاي علشان اعمل التدقيق المطلوب في المطلوب لانك تاخد شهاده المصادقه يعني مع كوميتي كامله كده وانت كجايد معاهم كاخصائي سلامه يعني الشركه شغال معاهم تبقى معاهم جايد تمثل الشركه وتعملوا التور المطلوبه وتعملوا الميتنج والجلسه الافتتاحيه والختاميه بدون ما يتم التطرق للمخالفات ولا لا. هو عايز يشوف نظام، عايز يشوف بوليسي يعني جاي يراجع ورقيات، عايز يشوف بوليسي للسيفتي عندك، عايز يشوف التريننج اللي انت بتعمله، عايز يشوف السجلات الريكوردز هل عندك سجل اصابات هل عندك كذا وكذا من متطلبات الايزو. لكن الاوشا في حته ثانيه خالص يعني. على فكره باي ذا واي انا مش بقول كده بقلل من ايزو، انا عن نفسي انا بكلمك انا ترينر ايزو، انا مدرب ايزو
واللي درس معايا كوادر في السعودية منهج كوادر، أعتقد كتير من الحضور جايين من كوادر، ف هم عارفين ان المنهج بتاعهم اللي انا دربته لهم من المين كونسبتس بتاعته، او المين اوت لاينز اللي في المنهج هو متطلبات الايزو 45001 موجوده كده، في ربع المنهج تقريبا او ثلثه بيتكلم عن متطلبات الايزو 45001. احنا اتكلمنا ان الماتيريال هيتم مشاركتها في نهايه الدوره مع لب نسبه الحضور المطلوبه. هنتكلم عن نظام الحمايه السمعيه او الهيرنج كونسرفيشن او الهيرنج كونسرفيشن. طيب بما اني كان جاتني رسائل بتتكلم على موضوع الوظائف في مجال السلامه، لحظه بس اشير معاكم شيء قبل ما ادخل في المحاضره عشان هخلص وهنسى. على الشات بوكس كده هتلاقوا في اللينك الغياب في نهايه المحاضره ان شاء الله. على الشات انبوكس هنا هتلاقي فيه اللينك اللي انا بعته. اللينك ده ماي اكونت في لينكدين، يوميا في عندي من 3 إلى 4 اعلانات عن توظيف في مصر او في السعوديه او في الجي تي سي كونتريز او حتى وورلد وايد. مجال السيفتي من المجالات اللي هي انا بصنفها ان هي سهل ممتنع. ليه؟ هتشوف عدد الوظائف المعلنه كذا، هتلاقي ان الموضوع يلا حلو يلا انا اشتغل سيفتي، لكن لما تدخل مع اول انترفيو في مجال السيفتي او تقدم على اي وظيفه وتشوف ان اتس ايزي تو بوست، يعني تو بوست جوب، يعني اتس فيري ايزي تو بوست جوب، لكن اتس نوت ايزي تو اتشيف ات. لان المتطلبات اللي بتطلب، يعني طبعا الموضوع مش سهل يا جماعه، الموضوع فيه خسائر ارواح. فالمتطلبات اللي بتطلب او بتتحط كده تحت الميكروسكوب اللي يشتغل في مجال السلامه كاخصائي سلامه او كمهندس سلامه او ريفر، فاوريدي بتكون صعبه مش سهله. يعني في ناس تفتكر ان هو عشان اخذ دوره اوشا 30 ساعه ولا 10 ساعات وايفر خلاص انا بكره اروح اشتغل اخصائي سلامه. هو للامانه برضو عشان ما يعني ما بقاش ببالغ، في يعني في جهات بتبقى عايزه تملى خانه. في الحاله دي لو انت الجهه اللي انت بتتعامل معاها او مقدمها على شغل انت عارف ان هي عايزه تملى خانه، فهو بالنسبه له حتى كسالري يعني كمرتب هتقارن مرتبات اللي شغالين في مجال السلامه هتلاقي فيه جاب كبيره. ليه؟ لان هو ديبوند على الشركه دي ايش الكونسبت بتاعها في مجال السلامه؟ يعني هي شايفه السلامه ازاي؟ او بتتعامل مع السلامه از سيفتي مانجمنت ازاي؟ هل شايفها مجرد حاجه هو مجبر ان هو يوظف حد فيها علشان الليجاليتي كومبلاينس وفقا للمطلوب منه انه لازم يوظف حد بوظيفه اخصائي سلامه، فبيحاول يوظف احد يلبي الحد الادنى من المتطلبات المطلوبه وفقا للوائح باقل راتب ممكن. ولكن على الضفه الاخرى تجد ان الشركات تتعامل مع اخصائي السلامه ان هو شخص مهم جدا وان هو يعني وظيفه حساسه وحرجه، فبيحط ليها اشتراطات ومتطلبات قويه. فهو عشان عارف ان اللي حقق اتشيف للمتطلبات والاشتراطات دي هو صرف على نفسه ماديا، اخذ سيرتيفيكيشنز في اماكن مختلفه ودفع الاف الدولارات عشان يطلع من نفسه ويرفع من نفسه، او راح درس بره في اوروبا ولا في امريكا، لان ما فيش عندنا في الدول العربيه للاسف تخصص سلامه كان تخصص جامعي يعني كريوس حتى الان. فبالتالي لازم يعرض عليه عرض يواكب ويلائم اللي هو صرفه والوقت اللي اخذه والسهر اللي سهره. واحنا عندنا في الماركتنج او في التسويق سياسه اسمها البلو اوشن اند ريد اوشن. اللي درس ماركتنج هذه السياسه تنطبق يا جماعه نفس السياسه على مجال الوظائف والتوظيف والمقابلات الشخصيه وغيرها. لو انت بتلعب في الريد اوشن فمعنى كده ان المهارات والمؤهلات الدراسيه والاشياء اللي عندك هي الاشياء التقليديه المتداوله والموجوده مع اغلب الناس اللي زيك، انتوا ذا سيم ليفل يعني ما فيش فرق، ما جبتش حاجه جديده، فانت وهم هتتصارعوا مع بعض في نفس الخانه وهتشتغلوا على نفس الاريا مع بعض. لكن لو بتشتغل في البلو اوشن فمعنى كده انك انت تشتغل لوشن ذات مين، ان المنافسين معاك على السيم رول على نفس المكان على نفس التخصص ده مش كتير، فانت وهم وريفر مين فيكم اللي هياخدوا الوظيفه دي ما دخلتوش مرحله تكسير العظام في السعي اليها. فالعرض الوظيفي المقدم هيواكب ويلائم هذا الامر، هيبقى في عرض وظيفي بمبلغ معين
كان محطوط كده ان هو اتس اوكي ان لا انا جاي معايا اكسبرت، انا جاي معايا ادفايزر، فلازم ياخد مبلغ كده. لكن لما تقول والله انا جايب مهندس ميكانيكا، مهندس كهرباء، مهندس مدني، مهندس عماره، كم الف مهندس مدني وكم يعني، فاهمني الفكره عايز اوصلها لك؟ اني على حسب ما انت معدي في خانه معينه وداخل فيها ومتخصص فيها واخد فيها سيرتيفيكيشنز وباني نفسك فيها، على حسب ما انت هتلعب في الخانه دي وهتعرف تاخد فيها الامباكت او العائد اللي يرضيك فيها شويه. فطول ما انت ماشي مع الناس اللي ماشيه في نفس الاتجاه، غالبا انت وهم مش هتحصلوا الامباكت المطلوب اللي انتم تكونوا يعني منتظرينه او تاملوا اليه. هتكلم معاكم الان على هيرنج كونزرفيشن، هو مبدا او منهجيه الحفاظ على السلامه السمعيه للعاملين. طبعا زي ما عرفت الكود بتاع الموضوع في المحاضره اللي فاتت، فهتكلم عن الكود بتاع البند ده الهيرنج كونزرفيشن. حد عارف رقمه كام؟ وفقا انا شرحت المحاضره اللي فاتت الرقم، فحد عارف يطلع رقمه كام؟ كام؟ برافو، نعم 95. عرف الصوت، وات الساوند في الاول، ايه تعريف الصوت؟ كانوا عربي وانجليزي يعني الموضوع باي لانجوال يعني. اوكي طيب، تعريف الصوت هنا بتوع الفيزياء بالعربي، لا لما تقوليش اكتب لي تعريف الصوت بالعربي. ايوه، موجات ماشيه كده في الهواء واخده معاها ايه؟ تذبذب، فريكونس هيرتز. التذبذب ده المفروض يعني المفروض بقصد بيها اللي هو فهمي انا يعني، ده مقصد بكلمه مفروض. المفروض ان الاذن البشريه بتاخد الموجات دي وبتترجمها، ده المخ باشاره عصبيه في يعني في ومضه في ثانيه بانك تفهم ايه الجمله. الموجات دي قد تكون مسموعه وقد تكون غير مسموعه. تكون مسموعه لو الاذن البشريه قادره على تفسيرها وترجمتها، غير مسموعه العكس، غير قادره على تفسيرها وترجمتها. المسموع لك قد يكون غير مسموع لايه؟ لك مش كانسان، مش كمحمد او احمد او علي، لك كانسان بشكل عام، لينا كلنا كبشر. الموجات المسموعه لنا كبشر قد تكون غير مسموعه لمخلوقات اخرى والعكس صحيح. عشان كده يعني يقول لك ان الفيله في حديقه الحيوان تترى يعني يحصل لها انتفاضه وتراشق وتبقى مش على بعضها كده، مش مستريحه قبل حدوث الزلازل بدقائق. لان الموجات الاوليه للزلازل بالنسبه لنا غير مسموعه، اجهزه ريختر بتقيسها بتاخدها في الاول وتدي انديكيشن. الفيله مش محتاجه اجهزه ريختر، بتسمعها بتفسرها على طول فتلاقيها ان هي تتراقص كده مش على بعضها تدي انذار. فدي فكره الموجات الطرديه السمعيه بشكل عام. نقول ان الصوت بشكل عام بينتج من اهتزاز الاشياء، وهو عباره عن موجات بتصل للاذن اول ما بتهتز. الشكر اننا فاكرينها. الاهتزاز في حد ذاته يعتبر موجات، هذه الموجات تمثل تغيير بسيط في ضغط الهواء، التغيير ده في ضغط الهواء هينتقل على شكل الموجات اللي هي هتفسر او تترجم داخل الاذن انها الصوت. دي الصوت، ده شكل الموجة، طبلة تك رن هوبا اسمع، ده الصوت بالنسبة لي. خبط الطبلة وسط العصا، يهتز سطح الطبلة، وعندما يتحرك سطح الطبلة للأمام يحدث تغيير موجة في ضغط الهواء، وعندما يتحرك سطح الطبلة ده للوراء في تغيير سلبي في ضغط الهواء، وهكذا هيتحرك الضغط ده على شكل موجات رايحة جاية لأنك تترجمه تسمعه. النويز ده الصوت بشكل عام الستاندرد. النويز النويز طبعا بالعربي يعني الضوضاء. ايه هي الضوضاء؟ الصوت غير مرغوب فيها. طب ليه غير مرغوب فيها؟ لان هي الهيرتز بتاعها بالنسبه لي انا مش مريح، تعبني، تذبذب عالي، درامز. عشان كده يا جماعه في مصطلح يسمى بالمخدرات السمعيه، سمعتوا عنه قبل كده؟ حد سمع عنه المخدرات السمعيه ده؟ اهو هي دي المخدرات السمعيه. المخدرات السمعيه عباره عن اصوات معينه
بتعمل انتشاء في المخ كده شوية. اسمعها كده. وعلى فكرة الموسيقى المصاحبة للمهرجانات الغنائية في مصر وبعض أنواع موسيقى الراب في الغرب هي أصلا من الأساس مصنفة ضمن المخدرات السمعية. يعني المخلوق اللي واقف ماسك المايك ده ملوش لازمة أصلا، مش هو اللي مخليك عايز تسمع مهرجان، وعشان كده في ناس بتدمن المهرجانات. ولا هو انت اللي بيسموها الديجيتال ميوزك اللي شغاله دي، اللي هي الموسيقى المولده، مفيش الات موسيقيه معاه، مفيش فرقه معاه، مفيش باند معاه شغال، هو في جهاز معين بيولد الموسيقى دي بشكل معين يغني عن الباند كلها. اوكي، فبالتالي هو صوته ملوش لازمه اصلا، انت ما بتسمعوش، هو عشان كده بيجيبوا حليف ملاش لازمه، ما فهمش اصلا صوت ولا وش ولا ظهر. اوكي، انت ادمنت الموجه، ادمنت التذبذب، ادمنت الهيرتز اللي يدخل ودنك يبدا يشرر المخ بشكل معين يديك انتشاء معين. دي يعني اختصرت الموضوع اللي هي يعني تشمل موضوع السيف وموضوع السلام. عشان كده انت لو راكب مواصلات عامه من حقك قول له قفل اللي انت مشغله ده، لان دي سلامتك، سلامه جهازك العصبي. وده اللي وصلني لجسر وبريدج مهم جدا في الحديث عن السلامه السمعيه، الا وهو علاقه الجهاز العصبي بالضوضاء. دايما اللي شغال في مكان في ضوضاء تحسه عصبي، مش مستسيغ الوضع، مش مريح في التعامل كده. ودايما انت لما تكون انسان هادي بطبعك عايش في مدينتي وتنزل سوق صاخب ضخم كل واحد عمال يحنجر البضاعة بتاعته عشان تتباع باتنين ونص، انت ايه ده، في ايه يا جماعة، مش عارف، انت مش متعود. غيرك في ناس عادي ماشية راحة جاية، مش بتتذمر نفس التذمر اللي انت فيه. ليه؟ السبب هنا هو نفس مبدأ سوق السمك. عارف مبدأ سوق السمك؟ انك لما تيجي تدخل سوق السمك كده تحط المشبك على مناخيرك مش مستحمل الريحة، بعد دقايق داخل سوق السمك تشيل المشبك وحاسس ان عاجز، اوكي مش حاسس ان في حاجة، مش متضايق، تعودت. ما دي كلها اشارات عصبية، خلاص الانسان بيحصل له عملية تأقلم مع الوضع اي مكان ايه. ولكن هذا لا يمنع ان في وضع طبيعي ووضع شاذ، انت لازم تفهم هل هذا الوضع هو وضع طبيعي ولا وضع شاذ. على اي اساس؟ على اساس تأثيره سلبا وايجابا على الجسم وعلى الراحه النفسيه والعصبيه. لان الجهاز، لما اقول كلمه نفسيه فهي جزء من مكونات الجسم يا جماعه. الناحيه النفسيه دي نتاج الى افرازات الجهاز العصبي، الناحيه النفسيه هي نتاج افرازات الجهاز العصبي، فبالتالي هي جزء من مكونات الجسم. يعني هي سايكولوجيكال مش فارقه كتير عن الاجهزه العضويه الباقي المعروف. فالفريكونسي هنا عايز اعرف واتفاهم معاه ان هو التردد، تذبذب الموجه كام في الدقيقه الواحده. فبالتالي الهيومن العادي بالنسبه له من 20 ل 20 الف هرتز مفسر ومسموع، اقل من 20 مش هيسمح، اعلى من 20 الف مش هيسمح، مش هيفهمها، المخ مش هيترجمها، الاذن مش هترجمها للمخ، الاشاره العصبيه مش هتكون واضحه. فده المسافة أو الجاب في السمع ما بين من إلى. طبعا ال 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 الكلام العادي أنت وفلان قاعدين جنب بعض بتتكلموا في حاجة، التردد ما بينكم هيكون 3000 هرتز. أوكي، 3000 هرتز. الإنسان اللي صحته كويسة ولسه بخيره هيسمع الأصوات اللي شغالة على تغيير في الضغط، ضغط الهواء 0.0002 باسكال. ده نسبة التغير معاك في الهواء. احنا قلنا في تغير في ضغط الهواء هو اللي هيؤدي معاك الى الذبذبة دي، او الذبذبة هي اللي تؤدي الى ضغط في الهواء، انتقال الموجة وصولها الى ايه؟ الى السمع، الى الجهاز السمعي. طيب الاصوات المعتادة بالهيرتز او الديسيبل، طبعا احنا الديسيبل ده عشان نكون يعني متفقين عليه هو وحدة قياس الأصوات والضوضاء، مش لازم ضوضاء، يعني يقول لك دايما في الدورات يقول لك وحدة قياس الضوضاء، ليس بشرط الضوضاء. هو وحدة قياس الصوت وليس الفويس.
الصوت وليس الفويس. قول لي ايه الفرق بين الاثنين، الصوت والفويس؟ هتلاقي مدرس الانجليزي يقول لك ان الصوت، اسف، الساوند من الساوند وليس الفويس. انا عفوا لخبطه، في فرق بين الساوند والفويس. فالوحده الديسيبل دي هي وحده قياس الساوند، اوكي، مش الصوت وليس الفويس. انا قلتها باللخبطه، هي وحده قياس الساوند وليس الفويس، اوكي. فمدرس الانجليزي يقول لك طب ايه الفرق بين الساوند والفويس؟ يقول لك ان الفويس الصوت البشري، الساوند هو الصوت الغير بشري. فطب انا لو انا الان بسجل المحاضره دي وانت سمعتني على اليوتيوب، فهل الصوت ده اللي هو صوتي انا بالنسبه لك فويس ولا ساوند؟ هو ساوند. لكن لو انا قاعد معاك بنتكلم مع بعض مع اننا نفس الشخص، فاللي طالع مني ده فويس، هو كده. فانا هنا بقيس الديسيبل عندي، لان عمر ما هيكون في فويس مؤذي يعني، الا بقى لو جه في ودني وقعد، وما هو هيتعب كمان يعني، ما هو بيصيح هيتعب، الصياح بيتعب صاحبه. فانا بركز على الساوند، لان الساوند فيها كنترول، ممكن اعلي الصوت بالكمبيوتر عندي وانزل الصوت وكده. فانا ببدا معايا بدءا من الهدوء والصمت التام لحد الهمس، الصوت الهادي، المحادثه المعتاده اللي هي 60 ديسيبل، المطعم اللي هو صوت الشوك والسكاكين وبيقطع في الاستيك بالشوكه والسكينه وتك تك تك، السبوي ممرات مسرحها مزجيه، ورشه نجاره، مكبس هيدروليكي، جيت بلان، صوت نفاث او موتور، او معاك مضخه موتور شغاله، روكت او ديزل انجن، الروكت الصاروخ اللي طالع ده، الصاروخ اللي تسمع صوته وانت على الارض، شوف الصاروخ مكانه فين. فهتلاقي ان الامثله دي قدام كل واحد منهم الدرجه اللي احنا قسناها. كده جبنا جهاز ديسيميتر وقسنا الصوت اللي نتج عنه افتراضا يعني، هيطلع معانا النتائج دي. دي النتائج المتوقع ان هي تطلع معايا. طيب ده الشكل التشريحي للاذن البشريه بشكل عام. ده الشكل التشريحي للاذن البشريه بشكل عام، هو داخل صوت الدجاج معاه بدءا من الـ من الـ من الهير سيلز، مرورا بالاوتر اير، الاذن الوسطى، الميدل اير، تمام، الميدل اير او الاوتر اير، لحد الانر اير للاذن الداخليه، و الساكيوس والامور التشريحيه دي كلها اللي هم حاجين الصحه المهنيه. عشان كده دايما نقول ان اخصائي الصحه المهنيه احيانا في بعض الشركات الكبيره يختلف عن اخصائي السلامه المهنيه. لان دايما يعني في الشركات الكبيره اللي بتحترم السيفتي تقسم الموضوع الى صحه مهنيه والى سلامه مهنيه، يقول لك ان السلامه المهنيه هو علم منع الحوادث. بينما الصحه المهنيه هو علم منع الاصابه او المرض، الاصابه بعيده المدى، مش الاصابه العاديه، الاصابه بعيده المدى. او الامراض المهنيه من ان ايه، ان الموظف والعامل يصاب فيها. لان يعني ممكن ياخد 10 سنين في شغله عشان تبدا تظهر عليه معالم واثار الاصابه دي. فمحتاجه حد يكون عنده خلفيه طبيه. دي حقيقه. يعني دايما لما يوظف اخصائي صحه مهنيه يقول له هاتوا خريج تمريض، علوم، مش عارف بيولوجي، هاتوا يكون دارس تشريح، يكون دارس كده، يكون عنده الباك جراوند اللي يفهم منها يعني صحه مهنيه. لكن طبعا اللي موجود حاليا لا. بتجيبه يشتغل سيفتي وهيلث اللي هي صحه مهنيه وفاير مارشال وكمان اخصائي جوده لحد ما نجيب اخصائي جوده. واللي بقوله ده بيحصل في شركات كبيره على فكره، انترناشونال في مصر يعني بالذات. هو يقول لك اتش اس اي كيو كده، اللي هو انا هشتغل كل حاجه حتى الجوده معاك. ده الترتيب اللي بيحصل معانا من التقاط الاذن الخارجيه للموجات. الموجات هتعمل الخبطه المعروفه على طبله الاذن، هتعمل فايبريشن، تنتقل الفايبريشنز من الطبله من خلال المطرقه والسندان والركاب، تنتقل لدرجات الاذن الداخليه حيث الكويكلا والملايين الشعيرات الدقيقه اللي هتوصل لي الموجه بشكل كامل. في مثال عندي بيقول لي في مكان ما احنا كده استنتجنا وديترمايند اللودنس الصوت كده بتاع تو كومبريسورز، عندي جهازين كومبريسورز رايت نيكس تو ايتش اذر، رايت نيكس تو ايتش اذر، يعني واحد فيهم وش الثاني، يمينك وشمالك. فبيسالك سؤال بيقول لك هاو لود از ذيس اريا، انت شايف ان الصوت الان بالنسبه للمنطقه دي هيكون وضعه ازاي؟ وكمان دو وي اد اند تيك ذا افريج، انت عايز تحسب الان الضوضاء الموجوده في هذا المكان. فانا اديك خيارات، انا الان من مكاني راح اعطيك خيارات. هل الاجابه تكون
اجمالي الاثنين على بعض ده زائد ده هي الاجابه، ولا اجمع ولا اخد الاثنين اضربهم في بعض واقسمهم على اثنين، ولا اخد الاثنين اجمعهم على بعض واقسمهم على اثنين؟ تعرف تجاوب على هذا السؤال لو جالك في مقابله شخصيه او جالك في سؤال توظيف؟ فكر فيها كده. عندك 1.89 ديسيبل، 1.87 ديسيبل، دول التو كومبريسورز اللي معاك. هتعمل ايه في الحاله دي؟ هل ممكن تقول الاجابه هي 89 ديسيبل اللي هو الكبير وهعمل اليمينيت الصغير، ولا اجمعهم واقسمهم على اثنين، ولا اضربهم واقسمهم على اثنين، ولا اجمعهم على بعض وخلاص، ولا اعمل ايه؟ لا، ده احنا رجعنا كده لحاجات تانية مور كومبليكس. انا ببص على الديفرنس، ارجع اجاوب معاك عشان ده سؤال مقابله شخصيه. ها انتبه، قول لي كده هتعمل ايه؟ اقول لك هعمل ايه. هقول لك الكبيره كام؟ 89، والصغيره 87. اطرح دي من دي، اديك الفرق كام؟ 2. الفرق ما بين الاثنين 2، ما بين الكمبريسورين اللي قدامك دول في فرق 2 ديسيبل ما بينهم. ترجع للجدول ده، الجدول ده مهم جدا، ريفرنس معاك، بتاخد الديفرنس ما بينهم كام؟ معاك من صفر لو ما فيش ديفرنس يعني او واحد، راح تاخد الكبير وتزود له 3. شوف الفن كده والحركات. طيب لو من 2 ل 3، يعني 2 او 3، راح تاخد الكبير وتزود له كام؟ 2. طب 4 لحد 9 معاك، راح تاخد الكبير وتزود له 1. لو فرق اكتر من 9 هتاخد الكبير وتعتمده وخلاص. دي الإجابة الصحيحة يا باشوان، تمام؟ وضحت؟ لأن الإجابات اللي كانت على الشات كانت بعيدة عن المطلوب، مش الأفريج. اللي قال الأفريج، لا مش الأفريج. بنسمي ده اللوج سكيل، اللوج سكيل، يعني الإجابة الصحيحة هتكون كام يا جماعة؟ ها؟ إديني أحسب لي، لو أنا عايز أحسب المكان ده كلودلي كام ديسيبل؟ فهمني، قول لي الإجابة. ها قالت هي ولا ما قالتش؟ برافو حربي، قالها 91. أوكي 91. ليه 91؟ احنا قلنا وفقا للجدول لو الفرق بينهم 2 أو 3 هاخد 2 وأضيفها على الهاير. برافو، الناس شغالة معايا. ادي الهاير عندي 89، ده الهاير، اضيف له 2 يكون 91. وضحت؟ طيب عندك 2 زي دول مفيش بينهم فرق، خلاص خلصنا المثال ده، نرجع اللي بعده. في عندك 2 مفيش بينهم فرق، 85 و85. ماشي؟ ايه الإجابة؟ احنا قلنا صفر. كده الفرق بينهم صفر. نرجع للجدول، الصفر تضيف 3 على الكبير، هو طبعا ما فيش خلاص كبير، 2 1 احنا قلنا صفر، هناخد على ايه؟ ايهما 3 هيكون كام؟ ايه يا احمد ماجد؟ مش فاهم انت بتقول ايه؟ ايوه هناخد على لا 88 ازاي؟ هو ده او ده؟ برافو شاطر، تمام. طيب بعد كده انت بتقيس الضوضاء ازاي؟ الجهاز بيتثبت، طيب بيتثبت لحظي؟ عندك حاجه اسمها القراءه اللحظيه،
القراءة اللحظية دي إنك بتخش المكان في وقت عشوائي ما وبتسحب القراءة وبتمشي. دي القراءة اللحظية وهي أحد أدوات قياس السلامة السمعية في مكان العمل. هل هي الأداة الوحيدة؟ لا، عندي كمان طرق تانية. الدوزيميتر، ما أنت عندك أول نوع اللي هو الساوند ليفل ميتر بالديسيبل، وده بحسبه على الناحية اللحظية، أدخل آخد قراءة وأمشي. الأسلوب الثاني وهو الدوزيميتر، وده يا جماعة لازم يتحسب على 8 ساعات. اشمعنى 8 ساعات؟ حد عارف؟ لأن إحنا اتفقنا إن الـ TWA قلناها في محاضرة الصحة المهنية اللي كان حاضر معايا. الـ TWA بتحسب على 8 ساعات، اللي هو الـ Time Weighted Average، الـ Time Weighted Average. لأن الاصطلاح والاعتماد من منظمة العمل الدولية أن فترة العمل المعتمدة كام؟ 8 ساعات. شوف العبيد ده هم ما لهمش دعوة بيه، بيشتغل 12 ساعة. لا، هو بيحسبوا على 8 ساعات، مش حاطط في باله إن في ناس ممكن تشتغل أكتر منها. أوكي؟ فبيحسب معاه على 8 ساعات. فالدوزيميتر ده لازم يتحط في مكان العمل 8 ساعات عشان يديني الأفريج أو القراءة اللي هي الـ TWA الخاصة فيه. طبعا اللي كان حاضر معايا مؤتمر الجوده في المدينه المنوره، احنا جبنا الجهاز بتاع الدوزيميتر ده اللي هو بيرسونال دوزيميتر، اللي هو يعتبر قياس شخصي لكل واحد. ليه لكل واحد؟ لان المكان اللي احمد شغال فيه غير المكان اللي محمد شغال فيه غير المكان اللي علي شغال فيه. هو قاعد في المكتب اللي جنب الباب، مش المكتب يعني، الماكينه، المكشطه، الفريزه ولا البتاع المعده اللي شغاله هناك. اوكي؟ وده قاعد في الناحيه الثانيه وده قاعد، فانا بقيس على اللوكيشن بتاع كل واحد. بحط الجهاز بيرسونال على مكان كل واحد عشان اعرف هو متعرض لايه، في مكان ما هو واقف، مكان ما هو بيصنع بالظبط. دي ملحوظه مهمه جدا في استخدام الدوزيميتر، لان الدوزيميتر انا بشوف هل شغل محمد سيفلي ولا لا. مقاييس الاوشا او معيار الاوشا اللي هو احنا بنستند اليه بنرجع اليه، قالت ايه الاوشا؟ قالت لو احنا حسبنا تي دبليو اي اللي هو معمول على 8 ساعات عند 85، كده انت جبت معايا الماكسيمم ليفل، خلاص ده الاكشن ليفل، او اقل من 85 كده كده اتس بيرميتد، يعني ده مسموح فيه. عند ال 85 خد اكشن. عند الكام؟ عند ال 85. وارجع اكرر عشان الخطا الدارجه في هذا الامر، يعني بيكون القياس لحظي، لا، القياس تي دبليو اي وليس قياس لحظي. تحسبها معايا على التي دبليو اي، وصلت لها هتاخد الاكشن عند ال 85. يبقى عند ال 85 في 8 ساعات متوسط لازم اخد قرار فيه. عندك خيارات لقراراتك في هذا الامر، تعمل تريننج، تعمل هيرنج بروتكشن ديفايسز، تاخد سامبل للنويز ايه سببها، تعمل انجينيرنج كنترول، تعمل ادمنستريتف كنترول انك تقلل عدد ساعات العمل. لازم يكون في اكشن امام هذا الامر. لو بتشتغل 8 ساعات الماكسيمم اصلا اللي انت المفروض تعرضه 90. هيقول طب ما انت قلت هنا من شويه اني عند ال 75 هاخد اكشن، قلت لك خد اكشن، ولكن انت مش هتوصل للماكسيمم عشان تاخد اكشن. ما انت ما انت لا انت غالي علينا، انت كعامل كموظف غالي علينا، لازم انا اخد اكشن قبل ما اوصل لحد الماكسيمم. عندك التايم بير داي ان كان 8 6 4 3 2 وريفر. لو انت هتشتغل يا سيدي على في مكان الساوند ليفل بتاعه 115 115، المكان ده ممكن تشتغل فيه او يعني احتمال انك تشتغل فيه بس بالكثير ربع ساعه، بالكثير مهمه قصيره لمده ربع ساعه. رايح تعمل صيانه في محرك الطياره وهو شغال مثلا، وريفر يعني من الاشياء هذه. فانت لازم تحسب الوقت مع درجه التعرض لهذا الصوت. طبعا انا عشان اعمل برنامج حمايه سمعيه جيد لازم اشتغل على اول شيء المونيتورنج اللي هو التوجيه، انك تفهم العمال
أي مكان إيش وظائفهم بخطورة الصوت والضوضاء، لأن في استهانة في هذا الأمر. وتفهمهم يعني ايه تي دبليو اي، ويعني ايه الايت اور تايم ويتد افريج، ازاي بتتحسب، وان هم لازم يلتزموا بالبي بي اي اللي هم المفروض يلتزموا بيها. بعدين الجدول ده في مثال عندي تاني اهو، حسابات كده. لو انا عندي عامل من العمال بيتعرض لضوضاء قدرت 110 ديسيبل، اوكي، لمده 25 من 100 ساعه، يعني ربع ساعه، ويتعرض ل 100 ديسيبل في وقت قدر بان هو نصف ساعه، و90 ديسيبل في وقت قدر بان هو ساعه ونص. فهل ما يتعرض اليه العامل يعتبر بالمقاييس بتاعتنا امن ولا غير امن؟ عايز احسبها. فاكرين اللي عملناه في الكونسنتريشن او التركيز في محاضره الصحه المهنيه، انا عايز احسب تركيز الهواء في المكان ده امن ولا غير امن؟ هي بعينها نفس الطريقه، هي حد فاكرها اشتغل بيها؟ ها ايوه، احمد بن عثمان شغال معانا النهارده. منين يا احمد؟ ما شاء الله شغال. اقول مع ان في حاجات كتبتها ما كنتش فاهمها بصراحه، عشان كده ما ردتش عليها، انا ما فهمتهاش قصدك فيها ايه، انها مش واضحه. ما فهمت ايش تقصد فيها، لكن جنرال يعني بشكل عام شغال معانا النهارده حلو. ذكريات ما شاء الله شغاله حلو جدا النهارده بقى. محمد تهامي، محمد تهامي برضو اجاباته حلوه وشغال معانا. ايوه الله يبارك في من علمك يا خزام. اوكي تمام، راح اضرب التركيز في عدد الساعات واقسم على، لا ما تقوليش عدد الساعات، تعال نشوفها ازاي. احسب الاف اللي هو معدل التعرض معايا، هاخد اللي هي ايه الوقت الزمني بتاعه اللي هو ربع ساعه، اوكي. هو هنا اتعرض لكام؟ فين الجدول بتاعي؟ لا انا لسه بحسب بحسب الفاكتور، انا عندي فاكتور بحسبه الاول. الفاكتور اف انا باخد ال 0.25 اور الاولى، اقسمها على ال 0.5 الثانيه اللي هو اف 1 وفقا المعادله دي اللي كان شايفها معايا، دي المعادله اللي انا بطبقها. الاف ايكوال التي 1 ديفايدد بير ال 1 والتي 2 ديفايدد بير ديفايدد باي ال 2 وريفر. عندي كام واحد؟ 2 3 4 5 6، بقى مش نفس الطريقه. فانا هاخد التي 1 على ال ال 1 والتي 2 على ال ال 2 وهكذا. طيب هو بيعرف الاف اي ده ان هو الايكوفالنت بتاع النويز اكسبوجر اللي هقول لكم هحتاجه فيه بعد شويه. الاف هو الايكوفالنت بتاع النويز اكسبوجر فاكتور، لو مكافئ معدل التعرض للضوضاء، والتي هي البيريود اوف نويز اكسبوجر ات اني اسينشالي كونستانت ليفل، ده الوقت العام اللي هو بيتعرض ليه، والال اوكي الوقت اللي هو بيتعرض للجزء منه، والال هي الديوريشن اوف ذا بيرميسبل نويز اكسبوجر ات ذا كونستانت ليفل. لو الاف اي اللي احنا بنتكلم عنها الفاكتور ده لو عدى اكسيدز اليونتي بتاعت فاليو واحد اللي احنا حسبنا عليها، في الحاله دي هدخل في البي ال. ايه البي ال ده؟ ده اللي هو اعلى حد ممكن التعرض اليه فورا في اي وقت، فانا عايز احسب عليه الماكسيمم بتاعي. عشان كده انا هحتاج ان دايما افتكر الجدول ده اني ارجع له. ما ننساش الجدول ده، مهم ان انا اخده معايا كريفرنس. تعالوا نطبق مع بعض المعادله دي. انا عندي ال 110، الجدول معايا هنا اهو، واخده معايا ال 110 اهي.
110 دي عندي في الجدول موجودة، اهي ال110. الديوريشن بير دي بالساعة كام؟ نص. هو فعليا هنا في الواقع اتعرض لمدة ديوريشن قد ايه؟ ربع. يبقى لازم اخد الربع ده اقسمه على المدة اللي في الجدول هنا اللي هي النص. اوكي، وبعدين عند المية، المية اتعرض لقد ايه؟ لنص. طب هو المفروض الماكسيمم بتاعها قد ايه؟ ادي المية 2، باخد النص على 2. طيب التسعين 1.5، ادي 1.5 اهي في الجدول عندي. 90 لحد كام؟ 8 ساعات على 8. حسبنا من الكمبيوتر المعادله طلعت معايا تساوي كام؟ تساوي 0.938 كفاكتور. سينس الاف اي دي دازنت اكسيد اليونتي اللي هو الواحد، الواحد الصحيح، طول ما تحت الواحد الصحيح اوكي، جبت الواحد الصحيح او عديته فانت في خطر. So the exposure limit is within the permissible limit. كده مسموح، كده الإجراء آمن. هو الهدف من المعادلة والهدف من المسألة كلها هو إن أنا أحسب الإجراء المتبع هنا هل هو آمن ويكفي ولا فيه تغيير. أوكي؟ فالمسائل اللي زي دي ممكن تجيلك في اختبار، إنك تشتغلها وتختبرها وإنك تطلع فيها الناتج، يقول لك اختار الناتج الصحيح. الاوتومتريك تيستنج بيقول لك انت لازم تعمل نويز دي في مونترنج ديترماين لكل الموظفين اللي عندك، اللي هو اختبار الحمايه السمعيه، اختبار الكفاءه السمعيه. Are being subjected to levels equaling or exceeding التي دبليو اي اللي احنا اتفقنا ان هي هتكون 85 ديسيبل اللي هو متوسط في 8 ساعات في اليوم. The next step is to establish an automatic testing program for those exposed at no cost to the employee. اه ما خد بالك، ما تجيش تاخده وتضحك عليه عشان هو مش عارف حاجه، وتقول له ترى بص يا حبيبي انت والله في خطر، وانا تعاقدت مع مستشفى يعني من دافع الحفاظ على سلامتك وحمايتك، فانا تعاقدت مع مستشفى ان يعمل لك خصم 50% على اختبار السمع، فروح بكره ادفع 50% واحنا وانا هدفع لك 50%. لا يا حبيبي، او روح اعمله على التامين الطبي وادفع انت 20% وفق للتامين. لا يا غالي، تتحمل كصاحب عمل جميع التكاليف المتعلقه باختبارات السمع للموظفين اللي عندك طالما ان هم معرضين لل 85 ديسيبل دي في معاكسك، حتى لو بيلبس بي بي اي او غيرها. اذا الموضوع مش بس توفير بي بي اي، لا كمان مراقبه مستمره مونيتورنج عن طريق الاختبارات السمعيه. في حد رفع ايده متهيألي؟ انا رفع ايدي. طيب اوكي، السؤال بتاع عيد بيقول النصف مش اللي بعده ثلاث ارباع طبقا للجدول. لا مش موضوع بعده، النصف ده احنا قسمناه على المكافئ في الجدول. المكافئ لنفس مده لنفس حجم التعرض بالديسيبل في الجدول كام؟ قسمنا النص عليه. في سؤال عندك يا اسامه؟ مش شايف، مش فاهم. طيب طبعا الاليمنتس او العناصر مهمه جدا في الاختبار السمعي، ان احدد البيز لاين اوديوجرام اللي عندي. طبعا موضوع الاختبار السمعي ده موضوع يعني قل ما تجد حد ملتزم بيه على الرغم من احتياجه وحصيته. والانيوال اودوجرام وفقا للهيستوري بتاع العامل ده بيتكتب عنده، عشان كده حتى العامل عند التوظيف المفروض يتعمل له اختبار سمعي. المفروض يتعمل له اختبار سمعي. طيب مهندس حسام لو ترفع رابط التحضير قبل ما اخلص بحيث ان الرابط يوصل الناس تلحق تملى الفورم او تعمل تحضير قبل ما انا اخلص كده على طول. بلس الكنترول ميجرز والتريننج والفولو اب بروسيجرز. وكل ده يا جماعه بيتحط ضمن الاحصائيات، يعني كل ده بيحفظ في ملفات وسجلات العامل ان كان بالنتائج. طبعا ده مثال اهو، الراجل ده في الغرفه قاعد شايفين الصوره،
والاخصائيه المسؤوله اخصائيه السمعيات بتعمل اختبار سمعي علشان تختبر الجهاز السمعي اللي عنده. احنا خلاص خلصنا المحاضره بس ننتهي من ال طبعا معلش احنا بدانا متاخر وكان لازم المحاضره اللي فاتت الغيت، من المحاضره دي اشتغل محاضرتين على الاقل عشان اعوض الغاء الماضي. كل ده برامج سمعيه، كل ده اختبارات سمعيه بتعقد ضمن برنامج الحمايه السمعيه، كل صور الاختبارات السمعيه، فانت تكون فاهم يعني ايه اوديومتريك تيست. طبعا البيس لاين اوديوجرام لازم يعرف ان هو بروفايدد ويزن 6 مانس، كل 6 شهور بعرف انا اخر مره اخر اختبار عملته وصلت لكام، فبالتالي كل 6 شهور بشوف الرقم عندي بيبقى وضعه ايه، بيزيد بيقل بيطلع اتابع. كمان البيس لاين اوديوجرام بيبروسيد على 14 ساعه بدون تعرض لضوضاء المكان، يبقى اخد 14 ساعة ما يروحش الشغل ومرتبه مدفوع فيهم، مرتبه مدفوع فيهم. طبعا ده شكل التقرير او الريبورت اللي بيطلع من البيز لاين اوديجرام، والاطباء والاخصائيين الخاصين بالسمعيات او مجال السمعيات هم الاكثر دراية بهذا المجال. وعلى الاقل لازم يعقد الاوديوجرام تيست ده مرة في السنة لكل المعرضين للضوضاء السمعية. طيب ايه الحلول؟ انت اكتشفت ان في مشكله عندك، لازم تشوف لها حل. الحلول للهازارد اللي هو الضوضاء باعتبارها هازارد يبدا معاك من نفس الهيرايكي بتاع الريسك مانجمنت، اللي درس معايا الهيرايكي يفتكر ويراجع معايا معلوماته. بنبدا بالازاله، ان الماكينه دي خلاص قدمت وصوتها عالي نرميها خلاص، نطلعها اهلاك ونجيب حاجه غيرها، ازاله. او اني انا اشوف الجزء اللي في الماكينه ده اللي عامل الصوت العالي واعمل له استبدال، هو اعمل تحكم هندسي اني اعمل لها حواليها كده جدار عزل شويه، اعزلها اعزل الصوت اعزل الصوت. او اروح للتحكم الاداري باني انزل عدد ساعات العمل عدد ساعات الشفت، او اروح للبي بي اي وده اخر حاجه ممكن اعملها، واني الزم العامل بارتداء مهمات القياس الشخصيه. ده التسلسل المفروض اتبعه، الهيرايكي المفروض ان امشي عليه في التعامل مع الريسك مانجمنت بشكل عام بما فيها النويز. طبعا نتكلم على البي بي اي بالذات. التايبس اوف هيرنج بروتكتورز من البي بي اي اللي هي بي بي اي اختصارت بروتكتيف او بيرسونال بروتكتيف ايكوبمنتس اللي مش عارفها. عندك الاير مافس والاير بلجز. اوكي. الاير مافس والاير بلجز دي مهمه انك نعرف شكلها وعارف نوعها وعارف ازاي تختارها. الاير كانال اللي بتدخل داخل لحد معاك الاذن الوسطى، وعارف ان كل واحده من دول ليها استخدامها على حسب الحجم. ده الاير مافس اهي، وده الاير بلاجز، وده الكنال كابل. عارفها من الشكل، عارف المسميات دي. طيب انا بقسم الان ار ار اللي هي النويز ريدكشن ريتنج. الاكسبريس بتنزل معاك 25 ان ار ار، الكلاسيك 29 او 29 ان ار ار، الماكسيمم لايت ودي بيجي معاك 30 ان ار ار، والان ار ار ده اللي هو النويز ريدكشن ريتنج. بس خد بالك ما تطرحش الان ار ار من مستوى الضوضاء، يعني غلط انك تقول الضوضاء اللي عندك في مكان العمل. طبعا ان ار ار ده برضو بالبلد يعني اللي ما فهموش، هو الجزء اللي هيتم طرحه ها من مكان العمل كضوضاء، ولكن هذا الطرح لا يتم حسابيا. يعني افتراضا عندك الضوضاء 109 ديسيبل، ما تجيش تقول انا هطرح 25 109 ديسيبل
فهيصبح عندي او هيصير عندي الضوضاء الفعليه 84 ديسيبل. هذا خطأ غير صحيح. لازم تحط حاجه اسمها السيفتي فاكتور. السيفتي فاكتور ده اللي هيعوض معاك الاحتكاك والنقص ومن يعني مش صح. فهذا كله سيفتي فاكتور. السيفتي فاكتور بيعوض معاك الليك، الفايبريشن، التركيب الغير صحيح. بحط ماينس 7. ماينس 7 يعني لو انا عندي هنا ال 25 بشيل منها 9، 29 بشيل منها 9. الكلاسيك اللي انا هستخدمها في الاغلب هتلاقيها بقت 20. اسف بقت 22. ال 30 بقت 23 وهكذا. فانا بحط سيفتي فاكتور اللي هو ماينس 7. ادي مثال هنختم بيه المحاضره النهارده، اخر مثال في المحاضره. ان انا لو عندي نويز طالع من اللارج كومبريسور، في عندي محرك صوته عالي طلع نويز، عندي النويز دي 109 ديسيبل. فجيت انا اشتريت البلاجز الاكسبريس بلاجز ودي ال ان ار ار بتاعها 25. فبيسالني سؤال بيقول لي دو يو هاف انف بروتكشن تو بليس يو بلو 90 ديسيبل. يعني انا لو هشغلك الان في مكان عمل فيه 109 ديسيبل وعايزك تتاكد ان انت تحت 90 ديسيبل، فراح تطرح الماينس 7 من 25 تديك كام؟ 18. فانت محتاج تطرح ال 18 من 109، محتاج تطرح ال 18 من 109. وده مثال ثاني. طبعا 18 من 109 يساوي كام؟ حد حسبها؟ 18 طرحتها 109. تمام. كده انا فوق ال 90. غير مقبول لو انا 91. طيب مثال تاني، او المثال ده راح ارسله لكم على الجروبات او صوروه. ليش ارسله؟ صوروه الان انتم معايا، اعملوا سكرين شوت، اعمل سكرين شوت او صور الشاشه واحتفظ بيه كاساينمنت. ماشي، ده الاساينمنت بتاع النهارده ان شاء الله. اشكركم على المتابعه ونعتذر على تاخير الموعد اليوم، ونراكم في المحاضرات القادمة إن شاء الله في أمان الله ورعايته. أنا وضعت الرابط تبع لينكدين للي عايز يتابع معايا إعلانات الوظائف الخاصة في مجال السلامة. Just follow my account on LinkedIn and daily there is an employment announcement. Okay.